مديع عمرك 87 سنة، الله يطول بعمرك، مساء الخير عم. مين حبيبتك، أول حبيبة عندك؟ واحدة إيطالية اسمها لاورا بيكولي، من عيلة بيكولي. ليش رغشنا هذا أكيد؟ وعلمتني اللغة الإيطالية، روح إيطاليا بكلم إيطالي. من كم سنة هيدا الحب الأول؟ من حوالي 60 سنة 70 سنة، كان عندي 15 سنة. وين تعرفت عليها؟ في حفلة بارتي في رأس، ورأست مرة معها وتانجو. وين؟ كان بمصر، بإسكندرية، بالقاهرة، وين؟ في القاهرة. في القاهرة تعرفت عليها. بعدين نزلت في إسكندرية. بأي فترة من تاريخ مصر، يعني عم نحكي إحنا من 70 سنة تقريبا، عم بتقلي بأي فترة شو كان الوضع؟ ليه كانت هي في مصر؟ لاورا بيكولي. كان إسكندرية دولة أجنبية، كان 3/4 السكان أجانب، يونانيين وإيطاليين ويهود ومالطية. عم نحكي قبل 54. آه. كان قبل الثورة باثنين بتاعت عبد الناصر، كان اسكندرية دولة أجنبية، كان اللي بيبيع الخضار والفاكهة كلهم أجانب، يكلم أجنبي. وأنت تعرفت على لاورا بيكولي؟ بيكولي. كيف تعرفت؟ قلت لي ببارتي، كان حفلة كده بارتي، رقصتوا سوا. كيف مين عزم التاني على الرقص؟ أنا طلبتها على الرأس. قلت لها إيه؟ قلت لها بدي أنا I want you voglio parlare con lei، يعني عاوز أرقص معاك بالإيطالي، أنا بتكلم إيطالي شوي. أيوة. دغري جاوبت معك؟ قلت لي بيني يعني طيب. وأنت وعم ترقص شو قلت لها؟ قلت لها إيه؟ بقيت أحط خدي عليها وأحضنها وأحيانا أبوسها وهي راضية بي، يعني من الأول. عم بيقولوا الشباب والصبايا اللي قاعدين معي ديبو رومانسيه، قالوا ياي عم بيقولوا ايه. انا في شبابي يعني حضرت افراح كثير وافلاح كثير، يعني الحياه يا عم مالك مش بالعمر، الحياه الانسان اللي عاش الحياه بتاعته بالحفلات انا عشت حفلات كثيره. قد ايه وقت عشت تعرفت على، قبل ما اقول لك قد ايه تعرفت، ايمتى مين قال بحبك للاول اول مره للآخر؟ أنت قلت لها بحبك أم هي قالت لك بحبك؟ أنا قلت لها أنا بحبك، هي ردت علي وقالت لي أنا كمان بعزك أو بحبك. بعزك أو بحبك؟ قالت لي أنا يعني قالت لي لا، قالت لي بالأول بعزك وبعدين جا كلام الحب. جا كلام الحب بعدين. وأنا سافرت إيطاليا عشان أدور عليها. وبعدين شو صار فيها؟ قد إيه فترة تعرفت عليها بمصر؟ حوالي قد ايه استمرت علاقة في مصر؟ قعدت حوالي 30 سنة معها في مصر. اه بس ما قدرتش اتجوزها عشان كنت بصرف على الوالد على العيلة الفلوس، ما قدرتش اتجوز. وبعدين شو صار فيها للاورا بيكولي؟ والدها اخذها، راحوا ايطاليا. راحوا ايطاليا، تركتك هيك؟ اه تركت، راحت مع ولدها بقى مع ابوها، هجروا. بس انتوا بقيتوا 30 سنة مع بعض؟ حوالي 25-30 سنة. حوالي 25 سنة. ما تجوزتوا؟ لا، ضلكم عشتوا قصة حب 25 سنة. في صورة بعد عندك صورة للورا؟ أيوة بيكولي. أيوة عندي معايا. باي أيوة دايما معك صورة. أيوة. أوه لورا بيكولي. دايما معك صورة. لليوم دايما معك. أوكي، إذا هي بتحبك وعشت معها قصة حب حلوة، ليه ما بقيت معك في مصر؟ هي ما قدرتش عشان أبوها أخدها، قفل المحل، كان عندهم محل بشارع، ولسه المحل باسمه في اسكندرية بيكولي، محل كوافير بيكولي. نعم. هجروا وراحوا إيطاليا، راحت مع أبوها بقى، مش عارف بقى. أنا رحت أدور عليها إيطاليا ما لقيتها. رحت على إيطاليا؟ آه رحت إيطاليا ودورت عليها في هنا في روما وديما. أخذت الصورة معاك وصرت تفتش عليها؟ آه بدي فتش عليها، وعندي أصحاب إيطاليين سألت هنا هون، ما قدرش ألاقيها. ما نعم متهاش. كل هالفترة عم بيقولوا الشباب على الفيسبوك، جربت على الفيسبوك؟ جربت تفتش علي على الفيسبوك؟ لا ما نداء من احمر بالخط العريض الى المشاهدين في ايطاليا، لاورا بيكولي مطلوبه من العم، ايضا من العم وديع. عم بهالفتره لما لاورا بيكولي تركت راحت على ايطاليا، انت ما شفت حياتك، ما تجوزت؟ خطبت مره بس ما حبيتش خطيبتي بعد الحب. بعديها بعشر سنين واحد صاحبي ضليتك على حب لاورا يعني؟ لسه كنت لسه بحب لاورا طبعا، وخطبت كده غصب عني، قال لي عرفني على واحده
وقعدت معاها فتره قصيره وهجرتها، ما مكملتش معاها. اليوم اذا لورا بيكولي عم تحضرك شو بتقول لها؟ بتقول لها ايه؟ بقول لها انا ما زال بحبك، وانت عارف انا عارف انه انت بتحبيني. وما تجوزت؟ لا وبعدني في انتظارك. ما اعرفش عم شوف عم شوف يعني الصور هون، عم شوف لورا هون صبيه يعني سيده شقرة شقرة هي كانت مفعمه بالحياه. اليوم بعد 30 سنه يمكن لانقطاع عنك وعنا، بدك تروح تشوفها، كيف تتوقع تشوفها؟ بتوقع تشوفها بعدها جميله مثل الصوره، او بتوقع انه كبرت ختيرت تزوجت؟ حتى لو زوجت حقول لها مبروك عليك وانا كنت دائما بحبك وكنت وراك. بس شكلا بتحسها بعدها جميله هيك ام خلص كبرت في العمر؟ طبعا كبرت، بس لسه هي لسه في جمالها. وبتضلك ممكن تشوفها صبيه لو حتى كبرت؟ كيف بتشوفها؟ ممكن يعني اذا تشوفها تنصدم، ما تعود لورا اللي كنت تعرفها ايام الشباب. الحب من القلب للقلب، يعني من انا بحبها يعني من قلبي، وهي كذلك بتحبني يعني من الداخل. نعم. من قلبها. عشنا حياة حلوة مع بعض في مصر مع لورا. مع لورا. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.